بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نأسف جدا على التأخير اللي صار في تنزيل الفيديو، المفروض ينزل من يومين فاتن، لكن لأني مريت بوعكة صحية هكي فكان تأخير غصبا عني وما قدرتش ننزل أو نصور الفيديو. تمام، فأنا متأسف جدا من النقطة. به موضوعنا اليوم حيحكي على الهايبريميا اند الكونجيشن، حيكون تكملة لباقي الموضوع السابق اللي هو الهيموديناميك ديسوردرز والثرومبوسس. خذينا في المحاضرة السابقة الإدمة، خذينا بشكل كامل وعرفنا الكوزز وعرفنا الميكانيزم وعرفنا شن تاني كلمة إدمة. به اليوم بناخد موضوع جديد اسمه الهايبريميا and الكونجيشن. كالعادة وكيف ما كنا نديره من قبل، أي موضوع اللي بنفهمه لازم نفصله الكلمة متاعتنا أو نفصله العنوان متاعنا. نحن اليوم حنحكوا على حاجة اسمها الهايبريميا and الكونجيشن. كلمة كونجيشن تعني احتقان أو ازدحام، كونجيشن تعني ازدحام أو احتقان. وكلمة هايبريميا ديما كلمة إيميا، كلمة إيميا indicate to blood، أو مثلا في blood disease نسمه بالأنيميا، مثلا لو زاد نسبة الكالسيوم في البلد سموها هايبركالسيميا، لو زادت نسبة البوتاسيوم في البلد سموها هايبركاليميا، الصوديوم هايبرناتريميا، وهكذا بوليسايثيميا. فأي حالة تنتهي بإيميا قلنا indicate to blood، هذه عارفينها. به أنا بعد نجي نقولك هايبريميا معناها زيادة في البلد، صح ولا لا؟ والكونجيشن ازدحام أو احتقان، ونحن موضوعنا يحكي على البلد، معناها بتقول لي هن اثنين يا دكتور نفس المعنى. كلمة هايبريميا وكلمة كونجيشن بيكون نفس المعنى، بنقولك صح هن اثنين نفس المعنى، وحنعطون تعريف واحد. بعد نجي أنا نقولك عرف لي الهايبريميا and الكونجيشن، بتقول لي هن عبارة عن increase في الفوليوم of blood at particular tissue، هو زيادة في الفوليوم of blood at particular tissue. بيجي واحد منكم توا بيرفع يده ويقول لي دكتور معلش، إذا كان هن اثنين نفس المعنى ونفس التعريف ليش سميناهن اسمين؟ ونسموهن اسم واحد ونفتكهم هالقصة، ليش تسمين هذه هايبريميا وهذه كونجيشن وهن اثنين نفس المعنى؟ بنقول لك ممتاز، بما انك انت لاحظت الملاحظة هذه معنى انت ممتاز. نبي نقول لك ان هم ما سموهن اسمين الا فين اختلاف، صح ان نفس المعنى ويؤدن في النهاية بكل الى نفس النتيجة، لكن كل واحدة عندها ميكانيزم خاصة بها وفين اختلاف. بتقول لي هنا وضح لي أكثر، أنا ما فهمتش. نجو نرسم رسمتنا المعتادة، هذا الأرتريول باي وهذا الفينيول. هذا الفينيول وهذا أرتريول، وقلنا البلد بيمشي هيك. طبعا البلد بيجي من الارتري بيخطم على الكابيلرز يصير الاكستشينج ويطلع دي اكسجينيتد بلد عن طريق الفينيولز ويكمل باقي السيركوليشن. متفقين على النقطه دي صح ولا لا؟ ده يعني متفقين ان البلد وين ماشي؟ ماشي هيك، مستحيل يرد. تمام، تو انا بنجيك وانا نبي نسالك، تو مش انت تبي تسالني، المره دي انا نبي نرفع يدي ونبي نسالك. بنقول لك تعال، مش تو الارتريول يشيل في البلد دكي وهنا يبدأ يصير في exchange، يبدأ يطلع الأكسجين والأذر نيوتريانس إلى التيشو اللي قاعد هنا، والتيشو يسلم له CO2 والويستينج برودكت اللي مبهنش ويرد فين في الفينز ويكمل. بتقول لي صح. به أنا اللي بيسألك توا، أنا توا كيف نقدر نزيد كمية البلد في الدائرة في المكان هذا؟ إذا كان البلد ماشي هيك بيطلع هيك، أنا نبيك تزيد لي كمية البلد ده بأي طريقة؟ فكر كيف تدي لي طريقة تزيد لي كمية الدم. مثلا هنا كان الطبيعي مثلا في النورمال طبيعي يمر 50 ملي ويعدي 50 ملي، بنقول لك لا أنا نبي هنا 100 ملي أو 150 ملي، دبر راسك زيد لي كمية البلد. أنت بتجي تفكر توا بتقول لي البلد منين يخطم؟ يخطم هيك ويمشي هيك.
اذا كان انا نبي نزيد كميه البلد هنا بندير في المكان هذا زياده في الفوليوم اوف بلد عند ات او عند بارتيكولار تيشو، معناها انا بنزيد كميه البلد هنا. كيف ممكن نزيدها ترى؟ بتقول لي يا اما ناخذ الارتريول هذا نوسع ونخلي كميه البلد اللي خاشه واجد، وبالتالي ننجح انا ان نزيد كميه البلد هنا، او لا، او الارتريول نخليه في مكانه، مش هو البلد يخش من هنا ويطلع من هنا، نضيق الجهاز، نضيقها، يجد الدم اللي يجي هنا يحصل هنا، يصير لازدحام واحتقان هنا، يجد محاوتك ما يطلع، فتزيد عندي كمية البلد. فأنا كيف قدرت أو نجحت أني نزيد كمية البلد في المنطقة هذه؟ يا إما نوسع الشيش مهنا، نوسع الأرتريول، نخلي الكمية اللي تجي هنا كبيرة جدا، بالتالي حتى في زحمة البلد هنا، تجد محاوتك ما تطلع، أو نجي نضيق الفنيول ونخلي فيه مساحة بسيطة يطلع منها البلد، بالتالي نخلي فيه بلد واجد قتليا. فأنا في النقطة هذه أو في النقطة هذه نجحت أني ندير أو نزيد في كمية الفوليوم أوف بلد آت البارتيكولار تيشو أو عند التيشو اللي قاعدين فيه هنا. بنقول لك هذا تعريف شنو؟ تقول لي هذا تعريف الهايبريميا أند كونجيشن. ده ليش أنا قلت لك تزيد هذا وتضيق هذا؟ من وراها حكمة، مش هنحكوك وخلاص. بنقول لك لو أنا ركزوا معي، لو أنا درت فازو دايليتيشن آت الأرتريول ونجحت أني ندير إنكريز في الفوليوم أوف بلد آت الأيري، هذه نسمو فيها الهايبريميا. ولو أنا جيت درت فازو كونستريكشن آت الفينيول وخليت كمية البلد اللي هنا تزيد، فهذه يسموه فيها كونجيشن. عرفنا تو الفرق ما بين الهايبريميا والكونجيشن؟ هذا هو الفرق. هن اثنين نفس النتيجة، هن اثنين فين ازدحام أو اكتظاظ أو زيادة في كمية البلد at particular cells أو particular tissue، لكن هن اثنين كل واحدة عندها ميكانيزم خاصة بها. الهايبريميا انه يصير لي فازو ديليتيشن في الارتريولز، لكن الكونجيشن حيصير لي فازو كونستركشن ان الفينيولز. لكن في جميع الحالات شنو الاند او النهايه؟ بيكون في انكريز في الفوليوم اوف بلاد. تمام. به بيجي نسالك سؤال، لو انا بالمحاضرتين بنمشي لكم كلها اسئله، بنقول لك لكن ما تخافوش اسئله سهله يعني. بنقول لك الدم اللي جاي من الارتريول هل هو اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ بتقول لي بالطبيعي حيكون اكسجينيتد لانه هو جاي هنا محمل بالاكسجين، بيعطي التيشو اكسجين. بنقول لك بالدم اللي طالع من هنا، الدم اللي طالع هل هو اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ بتقول لي بطبيعه الحال بيكون دي اكسجينيتد، لانه هو بعد وصل هنا خذ السي او 2 والاكسجين اللي جاي به اعطاه وخذ السي او 2 بيطلع لنا دي اكسجينيتد. بنقول لك ممتاز. تو السؤال الجاي، مش هذا السؤال، تو السؤال الجاي بنقولك في حالة الهايبريميا بعد أنا وسعتها، هل تتوقع أن البلد اللي بيزدحم هنا بيتكون، هل هو بيكون أكسجينيتد ولا دي أكسجينيتد؟ بتفكر شوية بتقولي أكسجينيتد. بنقولك ليش؟ بتقولي أصلا أنا خدمت أو لعبت على الأرتريولز، والأرتريول جايبت لي أكسجينيتد بلد، فبعد أنا وسعت الأرتريول خشت كمية بلد كبيرة وكمية البلد الداخلة كلها أكسجينيتد، فبالتالي بعد الشخص يصير له هايبريميا تلقى طبيعه البلد حيكون بينك ان كلر، لون تاع بودري كيف ما نقوله، بينك ان كلر. لكن نفس السؤال اللي بنسال لك اياه، بنقول لك لو انا درت كونجيشن وسكرت الفينيول، هل الدم اللي بيتجمع لي هنا هل هو اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ بتقول لي طبيعي دي اكسجينيتد، لان عند جهه الفينيول هنا هذا كله دي اكسجينيتد بلد، وانا سكرت الحكايه منها قاعد يطلع بشويه دبه كيف ما نقولوا، فبالتالي الدم اللي متجمع لي هنا هو هذا كله دم دي اكسجينيتد المفروض يطلع، لكن لان صار التسكير هنا قاعد يطلع بشويه، فتجميع الدم في حاله صار لي كونجيشن حيكون دي اكسجينيتد بلد، ودي اكسجينيتد بلد ديما يكون تاع اللون تاع كيف ما نقولوا دارك، يعني صاير فيه ساينوسس، فهيكون دارك أو cyanotic in color.
بهذا oxygenated بتقول لي oxygenated blood، وهذا بتقول لي دي oxygenated blood. تمام تمام جدا 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 باهي. بنجي نقول لك ترى قول لي examples، شنو هنا examples ممكن اللي ممكن دي لي هايبريميا؟ اذكر لي حاجات تؤدي الى vasodilation في الات الارتريولز وتؤدي لي الى الهايبريميا. بالاول حاجة بتقول لي بتقول لي دكتور inflammation، تذكروا في حالة الانفلاميشن ان الفايف ساين اوف الانفلاميشن، واحدة منهم طبعا كشن هنا ريدنس هوتنس سويلينج بين اند لوس اوف فانكشن. فالريدنس والهوتنس نتيجة ان في فازوديليتيشن، وذكرنا الانفلاماتري ميدياتورز اللي يطلع such as الهستامين، هيدي لي فازوديليتيشن ات الارتريولز، بالتالي كمية البلد حتجي كبيرة. هذا الشخص يصير الانفلاميشن يصير فيه احمرار مش انزراق، احمرار. بالتالي هذا اول مثال على الهايبريميا اللي هي الانفلاميشن خذيناها. بتقول لي في حالة الاكسرسايز سكيليتال ماسل اكسرسايز، في حالة التمرين انت بعد تمرن وتريض شنو يصير لك؟ الشخص بعد يبدأ يجري او يدير في الرياضة حيصير فيه كونتراكشن في سكيليتال ماسل. بعد يصير لي كونتراكشن في سكيليتال ماسل الاكتيفيتي نتاعها زادت، بالتالي تبي تغذية تبي اكسجين زيادة مش تبدأ تخدم، لأن هي في حالة الريستينج الأكسجين نتاعها يجيها شوية شوية علي قدها علي ما يسدها. لكن بعد يصير لها كونتراكشن وتزيد الأكتيفيتي نتاعها، لا أنا تبي يزيد النشاط نتاعها، معناها تبي أكسجين تبي غذاء أكثر، بالتالي الجسم يدير لي الجسم يدير ردة فعل ويدير لي فازوديليتيشن ات الأرتريز أو الأرتريولز إندينج أرتريولز ات سكيلت المصل، مش تشيل مور فوليوم أوف بلد للمكان نتاع سكيلت المصل. بالتالي هذا ليش الشخص بعد يجري ولا يهرول ولا يدير مجهود تجي تلقاه طبعا داهش، بحث في وجهه تلقاه حمر نتيجه الفازوديليتيشن اللي صار او نتيجه الهايبريميا اللي صارت. هذا ثاني مثال على الهايبريميا. ثالث مثال بلاشينج، بلاشينج اللي هي الخجل، شخص بعد يتخضرط كيف ما نقوله او يزلط او يخجل او يتحشم او وجهه ينحمر نتيجة الاحمرار اللي صارت، نتيجة الفازوديليتيشن اللي صارت والهايبريميا اللي صارت. في حالة الهوتنس طبعا احنا عارفين ان الهوتنس دي ما عارفين ان الهوتنس يدير فازوديليتيشن والكولدنس يدير فازوكونستريكشن. فالشخص بعد في الايام في الحمو واجد، او مثلا شخص ضربت الشمس وخاصة الاشخاص اللي ديما تردوا في البحر، شخص بعد تضرب الشمس واجد تلقى وجه منحمر. ليش؟ لأن نتيجة الهايبريميا، لأن في صار لي prolonged أو chronic vasodilatation. تمام. وفي بعض الدرجز، في بعض الدرجز واحد يخدم vasodilator drugs ممكن يؤدي إلى هايبريميا في at site أو certain sites، هتاخذوه إن شاء الله في فارما. فدينا examples على الهايبريميا. به شنو examples اللي نبي ناخذوه نحنا على ال examples نبي ناخذوه على congestion؟ examples متى of congestion هو اكزامبل واحد، لكن هو اللب الحديث هذا كله، هو الموضوع اللي بنحكوا عليه ونهدرز عليه في محاضرة اليوم، اللي هو حاجة اسمها كرونيك فينوس كونجيشن، اللي هو خلينا نرمزه له CVC. بعد تسمع كلمة CVC indicate to chronic venous congestion. تمام. الكرونيك فينوس كونجيشن هذا هو موضوعنا اللي نبغى نحكي عليه اليوم بالتفصيل. خلينا نديروا ريفيجن سريع. قلنا كلمه هايبريميا اند كونجيشن انديكيت تو سيم مينينج، التعريف نتاعها هي انكريز في الفوليوم اوف بلاد ات بارتيكولار تيشو، بكل بساطه بكل سهوله. باي قلنا لو كميه البلاد اللي بتزيد لها كانت نتيجه او بسبب فازوديليتيشن في الارتريول، هذه يسموها فيها الهايبريميا، او كانت بسبب vasoconstriction في الفينيول، هذه حنسموها congestion. وعرفنا ليش ان الهايبريميا pink in color، لانها oxygenated blood. وعرفنا ليش congestion بعد يصير لشخص congestion تلقى dark او cyanotic blood color، cyanotic blood او dark color due to deoxygenated blood. به examples متاعت الهايبريميا عرفناها. بشين الاكزامبلز نتاعت الكونجيشن
بتقول لي هو الكرونيك فينوس كونجيشن. خلينا تو نحكي شوية على الكرونيك فينوس كونجيشن. قلنا كرونيك فينوس كونجيشن بتقول لي باهي تمام، كرونيك فينوس كونجيشن معناها واضح ان في احتقان او ازدحام البلد في الفينز، ما ذكرناش الارترس. بنقول لك صح، بتقول لي وين فينز في البادي، في فينز وجدات حدد لي هل هو انواع ولا نوع واحد. بنقول لك لا والله، هو في الحقيقه انواع كرونيك فينوس كونجيشن. لو كان الفينوس كونجيشن او احتقان او ازدحام البلد كان في فينز في جزئية معينة من البادي، في أورغان واحد من البادي، هذا نسموه localized. ولو كان في البادي كله مش بنسموه، بنسموه generalized. تمام؟ بتقولي سهلة والله، سهلة جدا. لو كان في جزئية معينة، في limb معين، في veins معين، نسموه localized. ولو كانت البادي كله بنسموه generalized. على سبيل المثال، في واحد مثال ذكرناه، لو عندي هذه اللق، هذه اللق متاعي باهي، في veins في اللق. تمام؟ لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب صار لي occlusion أو obstruction في الفين، سكر الفين. والفين شنو الوظيفة متاعتها؟ رجوع البلد، ترد في البلد للهارت، معناها البلد راقي هيك مفروض هو، بعد البلد يرقى فوق يلقى الطريق قدامه مسكرة، معناها شو بيصير البلد؟ بيزدحم بيجيها. هذه شنو سميناها congestion. وين صارت؟ هل صارت في البادي كله ولا صارت في جزء معين؟ بتقولي لا والله صارت في الليج بس، ممكن تصير لي في الهاند بس، ممكن تصير لي في اي اورجان. معناها هذه شنو يسموا فيها؟ بتقولي هذه يسموا فيها localized. بس بتقولي والله ما راه عليا القصة هذه، سمعها انا من قبل. بنقول لك مزبوط، شرحت لك في حاجة اسمها الدي في تي، هناخدوها في السي في اس ان شاء الله. الدي في تي اللي هو ديب فينوس ثرومبوزس، ديب فينوس ثرومبوزس جلطة تكون في الفينز تمنع او دير اعاقة الفينوس ريتيرن، فيدير لي كونجيشن في الفينز وتؤدي الى اديما، شرحناها في المحاضرة السابقة. بتقول لي الجنرالايز عرفها يا دكتور، عرفها قلتها لنا انت. بنقول لك شنو هي؟ بتقول لي في الكونجستيف هارت فيلر. قلنا كلمه كونجستيف هارت فيلر معناها الرايت وليفت ما يخدمنش. فبعد نقول لك انا كلمه كونجستيف هارت فيلر، بتقول لي والله معناها شخص عنده ليفت فينتريكولر فيلر وعنده رايت فينتريكولر فيلر، يعني الرايت والليفت هن اثنين ما يخدمنش، صح ولا لا؟ بنقول لك انا لو لو الليفت ما خدمش، وين بيصير لي كونجيشن؟ بتقولي بيصير لي في بيصير لي وين؟ بيصير لي في اللانج، بتأدي لي لانج كونجيشن. بنقول لك لو انا الرايت ما خدمش، لو الرايت ما خدمش بتقولي بيصير لي سيستميك. شو معنى كلمة سيستمك؟ ليش أنا قلت لي لانك وأنا قلت لي سيستمك؟ نقول لك أصبر شوي، أصبر شوي. تنقول لك ليش أنا قلت لك لانك أو بالمونري كونجيشن؟ هنا بالمونري كونجيشن، سيستمك كونجيشن معناه أذر أورغانز بين ضربان، ونخصه بالذكر ثلاث حالات أساسية: ليفر، حيصير لي ليفر كونجيشن، بيصير لي سبلينك كونجيشن، وبيصير لي رينال في الكدني طبعا كونجيشن. تمام؟ والله بينط واحد منكم يقول لي دكتور والله ما فهمتش انا، ما ترخبطت عندي الحكايه. تقول له كلايز تقول لي فهمت سهل، الجنرالايزد كونجستيف هارت فيلر ليفر وليفت، سوري ليفت ورايت، والليفت بدي لي بالمونري او لانج كونجيشن،
في الرايت بيدي سيستمك، وسيستمك ممكن يصير ليفر كونجيشن، ممكن سبلينك، ممكن رينال. انا لنجاني ما فهمتش لنجانك يا دكتور، معلش وضح لي اكثر. نقول لك حاضر من عيون اثنين، لكن خليني توا شنو نرسم لكم رسمه باهي. الرسمه هذه حتكون توضيحيه اكثر، لكن شويه بس قبل ما نرسم الرسمه او نبدا فيها نبي نوضح لكم حاجه. خليني توا المرقه هذه نبي ناخذ قاعده اساسيه قبل ما نبدا رد لكم الموضوع توا. حناخذ قاعده اساسيه، القاعده الاساسيه هذه نبي نمشي بها في كل الكونجيشن اللي سميناه توا، في البلمونري، في الليفر، في السبلين، في الرينال. تمام. لو انا عندي فينا، عندي فين، هذا فين كبير، تمام. به الفين هذا صاير انا عندي فيه كونجيشن اوف بلاد، في ازدحام في البلاد، في كميه بلاد كبيره، معناها البلاد فوليوم شنو صار لي هنا، زاد، في انكريز في البلاد فوليوم، صح ولا لا؟ بعد يزيد البلاد فوليوم شنو بيزيد، بيزيد لي البريشر، معناها في انكريز في البريشر، تمام. الزياده في البريشر، الزياده في البريشر، تمام، زاد عندي الفوليوم لان في كونجيشن عندي، بالتالي زياده الفوليوم بتؤدي الى انكريز في البريشر. قلنا بعد يزيد البريشر شنو بيصير لي هنا، يبدا البلد بيحاول يطلع، صح ولا لا؟ وهذه في المحاضره السابقه قلناها، بيبدا يصير لي ليكينج للترانسيوتيف والاكسيوتيف. فشنو يصير لي، تصير لي إديمة، تمام. هذه أول حاجة تصير. به الحاجة الثانية شنو هي، تقول هذا الهارت، هذا الهارت، تمام، هذا الهارت نتاعي. الهارت شنو وظيفته، وظيفة الهارت البامبينج، بيدزلي عن طريق الأرتريز أكسجينيتد بلد، والاكسجينيتد بلاد بيمشي للتشو يغذيهن ويرد لي البلاد اللي انا دزيته من الهارت، بيرد لي نفس الكميه عن طريق الفينز اللي هي دي اكسجينيتد، مش انا نشيلها للهارت، نشيل نخطط بها على اللنج نحصل منها اكسجين ونرد نفس القصه. لكن اللي نبيكم تفهموها ان نفس الكميه اللي بيدز هذه البلاد هي اللي تبي ترد له، دز لي 2 لتر بيرد لي 2 لتر، دز لي 3 لتر بيدز لي 3 لتر، دز لي 100 ملي بيرد لي 100 ملي، وهكذا. لو انا نحكي توا على السي في سي اللي هو كرونيك فينوس كونجيشن، معناها موضوعنا على الفينز. به لا، لو انا عندي اكلوجن هذه مسكره، الفينز مسكر، في كونجيشن اوف بلد لوطه مع شرق البلد، معناها بتقول لي كميه البلد اللي بتبي توصل للهارت ضعيفه جدا، بسيطه، لان الطريق مسكره قدامها. بالتالي معناها ان الهارت بعد يوصل كميه بلد بسيطه، معناها بيضخ لي كميه بلد بسيطه، صح ولا لا؟ هيك فهمنا نحن. انا اللي كان الهارت ياخذ في كميه دم محترمه، يعطي فيها في اكسجين ويشيل فيها للتيشوز، تو قالت الكميه توصلها بسيطه، معناها ان الاكسجين بلد اللي بيطلع هنا حيكون بسيط او ضعيف. شنو ذنب التيشو مسكينات، مش شورت هنا، مش هنا اللي دار الكونجيشن، لكن بيتاثر التيشوز، الاذر تيشوز اوف ذا بودي بيتاثر، بيصير لنا حاجه اسمها هايبوكسيا، بيصير لنا هايبوكسيا، بيصير لنا اسكيميا. ليش صارت لنا هايبوكسيا واسكيميا؟ لان اصلا الفينز مسكرات، وبالتالي مفيش دم يرجع كميه كافيه، من الدم اللي بيطلع اللي هو المفروض ياخذ اكسجين يطلع حيكون دم بسيط كميته ضعيف، بالتالي بينقص الاكسجين على التيشو بتخش فيه هايبوكسيا، والهايبوكسيا تبي تنتهي بايه، اسكيميا، كيف ما فهمنا. وهذه تاني حاجه تبي تصير، تمام. الحاجه الثالثه اللي تبي تصير، نرد ناخذ رسمتنا، هذا ارتريول، باهي، الله اكبر، وهذا فينيول. به انا قلت لكم بالضبط كيف بيخطم، بيخطم هيك، تمام. شن في هنا، في كابيلرز، صح ولا لا؟ انا في كابيلرز اللي هو بيدير بين الاكستشينج نتاعها ما بين الاكسجين والسي او 2 والاذر نيوترينز. به لو انا، لو انا نفس الفكره، عندي كونجيشن في زياده في الفوليوم وفي زياده في البريشر،
الدم اللي بيوصل هنا، الدم اللي بيوصل هنا مش هو بيهدي الكابيلرز صح ولا لا؟ بيهدي الكابيلرز، الكابيلرز الوول بتاعها ويك، بتجين كمية بلد كبيرة عشان بيصير لهم بيتمدد الدم لكن ميتحملنش لأن الوول بتاعها ضعيف على عكس الأرتريوز والفينيولز. بالتالي بعد يجي هنا كمية بلد تخش للكابيلرز كبيرة لأن هنا صاير عندي كونجيشن هنا، مع الوقت الكابيلرز يصير لهم يتمدد يتحمل يتحمل بعد يجي يصير لهم رابتشر بيتطربكن، بعد يبدأ يتطربكن حيصير ليكينج اوف بلد، يبدأ يطلع البلد شنو في التشو، فيبدأ يصير لي هنا ليكينج of blood into tissues صح ولا لا؟ بعد البلد بيجي عند التيشو هنا، البلد اصلا هو او الهيموغلوبين اللي موجود في البلد عنده ميكان واحد، البادي ما يفهمش انا الميكان بتاعي هيموغلوبين، لو انت ميكان بتاعك في البلد فيسلز لو تطلع برا نوريك ما يرحمش، تطلع برا الهيموغلوبين او البلد سيلز لو تطلع برا البلد فيسلز ما نفهمكمش هنكسرك. فبعد البلد يطلع في التيشوز الهيموغلوبين اللي جن في التيشوز بيصير له ميتابوليزم، يبدا يتكسر ميتابوليزم، الهيموغلوبين في الميتابوليزم تاعه يكون لي حاجه اسمها الهيموسيدرين، هيمو سيدرين، الهيموسيدرين دي من اللون تاعها قهوي من صفرك. هذا ليش توا انت شخص بعد يحصل كدمه، حصل كدمة الكابيلر الصغيرات اللي قالت في السكن يتطربكن، يطلع البلد يطلع وين في السبكتينس تيشو، تبدأ في البداية من زرقة بعدين جيت تلقاها شنو خليها كم يوم تلقاها متلونة تنصفر تنخضر تجد لونها قهوية جميع الألوان لن تختفي. الألوان هذه نتيجة الهيموغلوبين ميتابوليزم، واحد منهم الهيموسيدرين. المهم تكون عندي الهيموسيدرين وين في التيشو، من بيجي بيتلقى جيعان قاعد الماكروفيز، الماكروفيز يقول انت شدير هنا شدير هيموسيدرين هنا مش مكانك انت هنا، انت مدام قاعد هنا معناها هنا كان فيه هيموغلوبين والهيموغلوبين تكسرت وكونت لي هيموسيدرين، تعال عندي انا نبيك. فجي الماكروفيز تهاجم الهيموسيدرين، تمام، وتاكلها. فشن تكونت عندي؟ تكونت عندي ماكروفيز كبيره في بطن الماكروفيج، في جوه في بطن الماكروفيج في هيموسيدرين الله اكبر وكبير. فشنو اطلقوا عليها؟ كانك انت شنو كانه ماكروفيج في بطنها جوه هيموسيدرين، الهيموسيدرين دي من اللون تاعها كما قلت لكم براون يلوش براون، فشن سموها؟ سموها ماكروفيج، ماكروفيج ليدن هيموسيدرين، ماكروفيج ليدن هيموسيدرين هيموسيدرين. وهذا التغير الثالث اللي بيصير لنا في حالة الميتابوليزم في حالة الفينوس كونجيشن. بالتالي لو انا صار لي فينوس كونجيشن وزاد لي كمية الفوليوم اوف ذا بلاد معناه طبيعي بيزيد البريشر، بعد يزيد البريشر هيبدا يصير ليكينج اوف فلويدز فدي لي ادمة نتيجة ان في كونجيشن في كمية البلد ضعيفة ترد، بالتالي كمية البلد اللي تبي تطلع حتى هي بتكون كميتها قليلة، بالتالي هذا مع الوقت هيقل الاكسجين على التيشوز ودي لي هيبوكسيا ودي لي اسكيميا. هذا التغير الثاني اللي خدينا. التغير الثالث ان الهيموغلوبين بعد يطلع في التيشوز يبدا يصير لهم ميتابوليزم تكون لي الهيموسيدرين، الهيموسيدرين جهة الماكروفيج تتغذى عليها فتكون لي هذا حاجة اسمها الماكروفيج ليدن هيموسيدرين. هذين التغيرات هذين الثبتات يصيرن فيك all the venous congestion. بالتالي أنا بعد جيت ونشرح لكم كلمة الكلام تو هذا اللي أنتم مش فاهمينه اللي هو ال pulmonary congestion, systemic congestion, liver congestion, splenic, renal. نقول لك رب بيصيرن فيه تغيرات تغري. نقول لك liver congestion شو بيصير فيه يا دكتور؟ تقول لي بيصير فيه edema, hypoxia, ischemia, macrophage leading hemosiderine. نقول لك splenic شو بيصير فيه؟ بتسميه هذين الثلاثة. وفي كل واحدة فيه في حاجة مميزة هنذكرها إن شاء الله. لكن كقاعدة عامة كلن يشتركن في الثلاث نقاط هذين، تمام؟ فبالتالي توا شنو بناخذو؟ بناخذو الكلام هذا قلت لكم أنا بعد يصير لي generalized chronic venous congestion هذه أمتى تصير لي؟ تصير لي في حالة congestive heart failure، وقلنا congestive heart failure
معناها ان صاير لي ليفت ورايت فينتريكولار هارت فيلر. قلت لكم الليفت بدي لي بالمونري او لان كونجيشن، والرايت بدي لي سيستميك كونجيشن لان ليفر سبلينيك اند رينال كونجيشن. وحدين منكم قال دكتور ما فهمناش، وضح لنا اكثر. تو خلونا نرسم لكم رسمه باهي، خلينا نرسم لكم رسمه على السريع مش ما نتاخذش وقت الفيديو اكثر. انا نرسم باهي، نرسم لكم رسمه توضح لك الكلام هذا كله، وانا نبي نثبت لك. تو نثبت لك قاعدين في مناظره، نحن نبي نثبت لك ليش هذا يدير هذه وليش هذه يدير هذه الثلاث. تمام، تو نبيكم تركزوا معايا في الرسمه اللي رسمها لكم قدامكم. تو الرسمه هذه خلوكم من شوي فوتوا ليها شويه، باهي نبيكم تركزوا في الرسمه هذه. انا نبي نرسم لكم توا وبنوضح لكم الفينوس درينج نتاع البادي. تمام، عندنا طبعا هذا الهارت. تمام، هذين الانتستين. الانتستين ركزوا معايا باهي، الانتستين يسلها درينج بتو فينز، سابير ميزنتريك فين والانفير ميزنتريك فين. تمام، هذا انفير ميزنتريك فين وهذا سابير ميزنتريك فين. عندنا هذا سبلين وهذا الليفر، وهذه الليفت كيدني وهذه الرايت كيدني. تمام، السبلين شنو بيطلع منه؟ بيطلع منه فين اسمه سبلينيك فين. سبلينيك فين بعد يطلع يمشي 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 قريب من الليفر، يتحد مع من؟ يتحد مع السبيرير ميزنتريك فين، يتحدن مع بعضا ويكون فين واحد اسمه بورتال فين. الانفير ميزنتريك فين يجي يخش مع سبلينيك، يعني يعتبر كأنه برانش منه. تمام، فسبلينيك فين والسبيرير ميزنتريك فين هن اللي يكون البورتال فين. الانفير ميزنتريك ما لهش علاقه بالبورتال فين، هو عباره عن برانش اوف سبلينيك فين او يصب في سبلينيك فين. تمام، به تكون انا عندي البورتال فين. البورتال فين يوم بيخش في الليفر، ينقسم لي الى مجموعة كبيرة من الفينز. تمام، الفينز هذين كلهم بيتحدن تحت اسم واحد في نهايه اسمه الهيباتيك فين. الهيباتيك فين وين بيصب في الانفيرور فينا كيفا. الانفيرور فينا كيفا هي اللي بعدين بتصب في الرايت اتري. تمام، به الليفت كيدني بيطلع منها فين اسمه الليفت رينال فين، والرايت كيدني بيطلع منها فين اسمه الرايت رينال فين. الليفت رينال فين والرايت رينال فين هن اثنين بيصبن وين؟ حتى هنا في الانفيرور بينا كيفا. الانفيرور بينا كيفا بيجي يصب في الرايت اتري، وجاي من فوق طبعا السبيرور بينا كيفا. تمام، اللور لمب نفس القصه. اللور لمب الفينز اوف اللور لمب اساميهن المختلفه والكثيره في نهايه البنتن، او بيصبن كلهم في فين واحد اسمه الفيمورال فين. الكونتينويشن تاع الفين هذا بيجي اسمه اكسترنال ايلياك فين. الاكسترنال ايلياك فين بيجي كومن ايلياك فين، بعدين بينتهي حتى في الانفيرور فينا كيفا. فجي انت تشوف تقول لي معناها ان الفينز او درينج اوف تال كيدني والدرينج اوف لور ليمب والليفر والسبلين والانتستين كلهم بيصبوا وين؟ في الانفيرير فينا كيفا. تمام، باه تو نبيك تركز معايا في الرسمه هذه، هي شبيهه بالرسمه هذه لكن هذه مفصله شوي. الرسمه اللي هي الكاردياك سايكل ديما نرسم لكم فيها ان الليفت البلد بيمر من ليفت اتريا ميترال فالف ليفت فنتريكل اورتيك فالف، بيمشي للبادي يدير الاكستشينج نتاعه يكمل يرد كفينس ريتيرن عن طريق السبير والانفير وفينا كافا فينا كيفا في الرايت اتريوم. البلد هنا في الرايت اتريوم دي اكسجينيتد بيمر خلال الترايكاسبيد فالف الى الرايت فنتريكل رايت فنتريكل بالمونري فالف وبيرجع للانج. خلال اللانج هنا بيدير لي اكسجينيشن، بيرد لي يصب لي هنا اكسجينيتد بلد، فيجي يصب هنا اكسجينيتد بلد. باه بنجو هنا في الورقه نتاعتنا، قلت لكم انا لو صار لي ليفت فنتريكولار فيلر شنو حيصير لي؟ حيصير لي لانج كونجيشن. نجو هنا، هذا الليفت صح، هذا الليفت تشامبر. لو انا عندي في فيلر، هذا في فيلر ما ينقبضش كويس، فالبلد اللي بينزل هنا المفروض ينزل هنا البلد بينقبض، بينزل كل البلد، لا انا في ضعف في فيلر، فالبلد اللي بينزل هنا هيك الا حاجه بسيطه تنزل منها حاجه بسيطه تطلع منها حاجه بسيطه، لكن صار لي كونجيشن في كميه بلد هنا. انا بتجيها كميه بلد اخرى بتبدا تجمع في الليفت اتري، يبدا البلد يتعبى 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 في البلمونري فين، يتعبى لاندي يرد على اللانك، فبعد يرد على اللانك حيدي لي بلمونري او لانك كونجيشن ويدي لي بلمونري هايبرتنشن اسمه. تمام،
هذا ليش في الليفت فيلر تصير لي حاجه اسمها بالمونري او اللانك كونجيشن. سهله يقول لي واخذينها من قبل وقيلها لنا. نجو تو في الرايت في الرايت تو هذا الرايت فنتريكل او الرايت تشامبر رايت اتريوم ورايت فنتريكل. لو انا عندي فيلر في جهه الرايت ما ينقبضش الدم اللي بيجيني بالانفيرير فيا كيفا والسبيرير، لكن تو خلينا نحكي نحن على الانفيرير. الدم اللي جاي هنا المفروض يوصل هنا، دم جايك تي اكسجينيتد بلد المفروض يوصل هنا ويكمل ويرجع للانج رسمتنا. هو يوصل عند هنا المفروض ينقبض مش يبدا ينزل، لكن انا عندي فيلر في ضعف في عضله القلب، فالانقباض متاعي بسيط جدا، فكميه بسيطه تنزل لكن في كميه حيصير لك كونجستد في الرايت تشامبر، صح ولا لا؟ بعد يصير لنا كونجيشن في بلد بجهه اخرى يلقى الطريق مزدحمه قدام مسكر يبدا شنو الانفير فينا كيف يمتلى في بلد، يبدا البلد ماشي يبدا يقدر يركب فوق يبدا يرد لورا، فيرد وين؟ يرد على الكدني رايت وليفت يجي لي رينال كونجيشن، يرد على الليفر يجي لي رينال كونجيشن هيباتيك كونجيشن او ليفر كونجيشن، بيرد على سبلين بيجي لي سبلينيك كونجيشن، بيرد على البورتال يجي لي بورتال هايبرتنشن او البورتال كونجيشن، على الانتستين على اللور لمب حتى هو يجي لي لور لمب كونجيشن. فانا لو صار لي كونجستيف هارت فيلر سواء رايت سواء ليفت، هل بيصير لي كونجيشن في جهه معينه بس كيف ما قلنا هنا في حاله الدي في تي، او بيصير لي الكونجيشن فين كلهن؟ بيصير لي في اللور لمب، بيصير لي في الليفر، في الانتستين، في السبلين، في الكدني، في الاذر اورجانز كلهن؟ بتقولي لا بيصيرهم فين كلهن. هذا ليش سميناه جنرالايزد كونجيشن؟ في حاله الجنرالايزد كونجيشن في حاله الكونجستيف هارت فيلر ادي لي الى حاله اسمها الجنرالايزد كونجيشن. لو كانت في الرايت سميناها سيستميك وقلنا ليفر سبلينيك او رينال، وفي حاله الليفت حتكون بالمونري كونجيشن. تو انا نبي ناخذ منكم الاسباب كوزس، اعطيني اسباب كل واحدة منها. تعال نفكروا بالحاجه نقول الليفر، الليفر ترى انا نقول لك دكتور ترى اعطيني اسباب بالفهمه ما يبوش حفظ، شعارنا حفظ نو افهم بعدين احفظ كيف ما تبي. تو انا نبي نسالكم هي كل واحد منكم يجاوب. تو بجي للليفر بنقول لك ترى قول لي الكوزس اوف الليفر كونجيشن، بحث في رسمه ونقول لي الكوزس اوف الليفر كونجيشن. نجيو الكوزس تو نحكوا على الليفر باه هاي قول لي شنو هن الكوزس. بتقول لي والله يا دكتور اول حاجه لو صار لي رايت فنتريكولر فيلر هذا اول حاجه نقول لي صح. لو صار لي رايت بلاد بيرد عليه كله، من ضمن اللي بيرد عليه كله اللي هو الليفر، تمام. هذا السبب الاول لو صار لي مشكله في الرايت معناه بلاد بيتجمع في الاول اورجانز ومن ضمن الاول اورجانز الليفر، فيصير لي رايت فنتريكولر الليفر كونجيشن. هذا اول سبب. السبب الثاني بتقول لي دكتور مش الليفر، مش قلت لي انت البورتر يخش هنا يخش في الليفر تشعب فينز وجدات بعدين بيتكون فين واحد اسمه الهيباتيك فين بيصب في الانفيرو فينا كيفا. بتقولي بالله انا لو درت اكلوجن في الانفيرو فينا كيفا او درت اكلوجن في الهيباتيك فين مش بيدي لي كونجيشن هنا؟ تقولي صح. معناها تاني سبب وثالث سبب اوكلوجن ان انفيرو فينا كيفا او اوكلوجن ان هيباتيك فين. لو صار لي فين اكلوجن حيدير لي ليفر كونجيشن. نقول لك ممتاز جدا 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 هذين الكوزز نتاعت الليفر. طب نصبي واحد اخر منكم نقول له ترى قولي شنو الكوز تاع سبلينيك كونجيشن. تقولي واحد منهم اول سبب رايت فنتريكولار فيلر. لو سكر الرايت يصير كونجيشن في كل من ضمن الاورجانز كل هو سبلين. هذا اول حاجه. به تاني حاجه شنو هن؟ تاني حاجه وثالث حاجه نفس القصه. بيجي تقول لي اه يا دكتور هذا سبلين طالع من سبلينك فين.
بعد ما نكمل جاي السبير المزنتريك مع بعضهم بيكون بورتال فين. لو جيت انا سكرت البورتالين او جيت سكرت سبلين سبلينك فين، مش حيصير لي كونجيشن في السبلين. بقول لك صح طبيعي لان الدرينج ماشي هيك. فتقولي تاني سبب هو سبلينك فين اوكلوجن او بورتال هايبرتنجن او بورتال اوكلوجن. بس تيجي اوبستراكشن هدي لي بورتال اوبستراكشن هدي لي بورتال هايبرتنجن. تمام بنجي نصب يطلع واحد اخر منكم بنقول لي شنو، نقول لي شنو الاسباب اوف رينال سواء رايت ولا ليفت رينال كونجيشن كوزز اوف رينال كونجيشن. يقول لي رقم واحد نفس الفكره يا دكتور، رقم واحد رايت فنتريكولار فيلر. بشنو اخرى بجيت بحثا تقول لي والله رايت كدني بيتل هيدرينج بالرايت رينال فين وليفت بيتل هيدرينج بالليفت رينال فين، هنا اثنين بيصبان في الانفيرو فينا كامل. فلو انا درت اكلوجن للرينال فين او درت اكلوجن للانفيرو فينا كافا فانا ممكن يصير لي او فينا كيفا انفيرو فينا كيفا. فيهم يقولوا الانفيرو فينا كافا وفي يقولوا فينا كيفا، فانت كيف ما تبي تحب تنطق تنطقها. تمام المهم فتقولي لو انا درت اكلوجن في الرينال فين او درت اكلوجن في الانفيرو فينا كيفا انا حندير كونجيشن في الكدني لان البلد درينج بتاع مشيك. بنقول لك صح معنى تاني سبب شن بيكون، بيكون اكلوجن ان انفيرو فينا كيفا او اكلوجن ان رينال فينس. تمام وبهيك نعرف وعرفنا شن هن الكوزز متاعت السيستميك او جنرالايزد كونجيشن اللي هن ليفر كونجيشن سبلينيك كونجيشن ورينال كونجيشن. بالرسم هذه تفهم انت القصة هذه كلها. لو ذكرت لكم مثلا الاسباب فرادى ممكن انت تلخبط تفهمنش، لكن بتقل عندك رسم هذه كلها وتعرف الخريطة قدامك الخريطة كيف هذه تمشي وكيف تخش وكيف تدير خلاص تقولي نسكر الطريق هذه ما انا بيصير لي كونجيشن هيك، سكر الطريق هذه بيصير لي كونجيشن هيك. هنا راهو على فكره الكونجيشن يصير في اول اورجنز، لكن انت في الشيت نتاعك مذكر لي كم ثلاثه هذين كل، لكن انت تقدر تطبقها في الانتستين، تطبقها في اللور ليمب، تطبقها في اي اورجن اخر. ونفس الفكره حط الرسمه هذه قدامك وقول انا سكرت الطريق هذه سكرت الطريق هذه سكرت الطريق هذه انا حيصير لي كونجيشن. تمام كيف ما صار لي هنا في الليفت بعد الليفت ما خدمش انا صار لي بالمونري كونجيشن. فهذه هي انا هيك حاولت اثبت لكم شو معنى ان الجنرالايزد فينوس كونجيشن في حاله الكونجستيف هارت فيلر يصير لي هيك ويصير لي هيك. تمام تو بننتقلوا لاخر نقطه باش نختموا بها محاضرتنا اليوم اللي هي المورفولوجي. نبغى ناخذ مثلا لو صار لنا بالمونري كونجيشن، لو مثلا صار لي الليفر كونجيشن، سبلينيك رينال كونجيشن، هل الاورجن هذين بعد يصير لها كونجيشن هل في تغيرات بصيرة؟ طبيعي طبيعة الحال بصيرة. فناخد عنوان بسيط اسم المورفولوجي المورفولوجي زمان راجعوا معي اول محاضرة قلت لكم ان المورفولوجي نحن نشوف فيه بحاجتين يا اما جروس يا اما مايكروسكوبك. اي حاجه في الباثولوجي اي حاجه في الباثولوجي نبغى نشوفوها جروس باي اي بالعين المجرده كيف ما نقول او باي مايكروسكوب حطوها اندر مايكروسكوب ونشوفوا شنو هنا التشينجز اللي بيصير. فانا لو صار لي مثلا سي في سي ان ذا لانك خلاص فهمنا ايش معنى سي في سي كرونيك فينوس كونجيشن ان ذا لانك او بالمونري كونجيشن شن ممكن نشوف جروس او مايكروسكوبيك. مايكروسكوبيك تمام بالعين المجردة انا شن نشوفك. لو جينا درنا كات سيرفس لانج بارانكايما وجينا مسكناها قطعة في يدي قاعد نبحث فيها العين شن نلقى التيشوز اللي صار فيهم كونجيشن نلقى داسكي
ونلقى اللون بتاعها ريدش بلو. تمام، ليش؟ لأنه مشبع بالدي أوكسجينيتد بلد، صح ولا لا؟ وتاني حاجة بحث ونلقوا لون، يعني لون كيف اليلوش براون. تمام، هذا عبارة عن براون، هذا عبارة عن الهيموسيدرين اللي حكينا عليهم بدري. تمام، ده بالمايكروسكوب خذينا قطعة من اللنج أو من التيشوز، وشلناها لجماعة الهيستوباثولوجي، قلنا لهم بالله عليكم شوفوا شن القصة. بعد يجوا يبحثوا فيها يلقوا سيلز هيك غريبة فيه، واللون بتاعها براون يلوش براون داكن هيك. تمام، شنو عندنا السيلز هذينا؟ هذينا يسموا فيهم الماكروفيج ليدن هيموسيدرين. ليش عرفنا هيموسيدرين وصل للتيشوز؟ الهيموغلوبين وصل للتيشوز، صار له ميتابوليزم تحول الى هيموسيدرين، جت الماكروفيج قالت له هيك، فتكون السيلز هذينا. وضح لنا معايا اندر مايكروسكوب في فوق بالكروس، لا باي كروس حقين اللون بس، لكن السيلز ما بانلناش علينا، لكن دغري حطينا اندر مايكروسكوب بان علينا السيلز انها عباره عن ماكروفيج في بطنها كيف ما نقول نحن الهيموسترين. ليش صار؟ نتيجه ان في هارت فيلر، ليفت فنتريكولار هارت فيلر، ادى لي الى اللان كونجيشن، صح ولا لا؟ فالسيلز هذي في حاله اللان كونجيشن يطلقوا عليهم اسم خاص يسموه فيه الهارت فيلر سيلز، الهارت فيلر سيلز. ليش؟ لان هنا ما يطلعنش الا سيلز هذي، نشوف فين الا في حاله الهارت فيلر، يعني بالمنري كونجيشن حتى ما تصير الا في حاله الهارت فيلر. فبعد يشوفون خلاص يقولوا له هذا الشخص عنده هارت فيلر، فسموه الهارت فيلر سيلز. تمام، هذه اول حاجه مورفولوجي اوف ذا لانج. تمام، نشوفه توا لو صارت لي هنا سي في سي ان ذا ليفر. CVC in the liver. أنا عندي هذا الليفر. تمام، هذا الليفر. الليفر هو عبارة عن لوبيولز، تلقيه متكون لوبيولز بشكله اللي قدامنا، ثمانية هيك، هذين يسمو فينا الليفر لوبيولز. ليفر لوبيول، لو خذينا صورة مكبرة الليفر لوبيول، في النص هنا هنلقوا فين اسمه، هذا فين اسمه السنترال فين، سنترال فين. تمام، عند الانجلز هنا هنلقوا ثلاث حاجات، نلقوا ارتري ونلقوا فين ونلقوا دكت. تمام، الارتري اسمه الهيباتيك ارتري، والفين اسمه هيباتيك بورتال فين، والدكت هي البايل دكت، لان نحن عارفين ان وظيفه الليفر تصنع في البايل لكن تخزن فيه في الجول بلادر. البايل دكت، اذا ثلاث حاجات عند الانجل، نلقوا الهيباتيك ارتري، هيباتيك فين، والبايل دكت. هذين الثلاثه مع بعض مكونات كيف المثلثك، فاطلقوا عليه اسم بورتال ترايد، بورتال ترايد. تمام، به هذا كنورمال. به لو صار لي كونجيشن افتر كونجيشن، خلينا نشوف الافتر كونجيشن شن بيصير لي. عندي هذا سنترال فين، انا صار لي كونجيشن، شن بيصير في الفينز؟ بيمتلى بلد. فأول تشينج بيصير لي حيكون دايليتد سنترال فين.
اول حاجه تبي تصير لي dilated central vein، هذه اول حاجه بينتفخ لان صار لك congestion، انتلاب البلد. فاول تشينج بيصير لي dilatation في central vein. السنترال فين هذا بعد انتفخ مش بيضغط على التيشوز على الهيباتوسايت اللي مجان من هنا، فالسيلز اللي حوالين السنترال فين لان دار عليهم بريشر قتلهن، فالسيلز اللي جنب السنترال فين دغ كلها يصير لها نيكروسس. فجي الطبقه اللي بعدها دغري اللي هنا في السنتر نيك روسس، وهذا تشينج، هذا التشينج الثاني اللي بيصير لي. السيلز اللي هنا بعد شويه على البريشر اللي صار لي حيخشن اندر ستريس باش يتحمل، فيبدا يتخشن فيه تشينجز اللي هو سموه فيه الفاتي تشينج اللي خدينا من قبل، فحيصير لي فاتي تشينجز. وشن لون الفات؟ لون الفات دي ما يلو، صح ولا لا؟ فحيصير لي fatty changes، بينما البريفري متاع البيول حتكون نورمال لأنها بعيدة شوية، هنا حتكون نورمال هيباتو سايتس، تمام؟ فأنا ليفر البيول صار لها congestion، الفينز شن بيصير له؟ بيمتلى بالبلد، congested with blood، بينتفخ، بعدين تفخ أو يصير له dilatation، بيضغط على السيلز المجاورة به من جنب السنتر بالضبط، فحيصير لي هنا شنو نيكروزس ان ذا سيلز. السيلز اللي بعدن دغري حيصير لهم فاتي تشينجز، حيصير في اكيموليشن اوف فاتس، لان الليفر اصلا في الحاله هذه ما عادش بيبدا يخدم خلاص، او المكان اللي صار فيه الكونجيشن خلاص بيفقد الفانكشن تاعه، فيبدا شنو يصير لهم اكيموليشن اوف فاتس، فات دي من لون تاعها يلو، والبريفري هنا نورمال. الشخص اللي اكتشف القصه هذه كلها بحث فيها لقاها متلونة، لقاها متلونة، لقاها في النص هنا منظر داكن، من هنا في سواد، من هنا يلو، ومن برا نورمال هنا ديما لون الليفر اللي هنا براون ديما، فلقاها عبارة عن ألوان واجد. فشبهها بحبة جوز الطيب كيف ما نقولون هنا، حبة كيف حبة الكاكاوية اسمها جوز الطيب، بعد جيت تقسمها انت طرفين بحث فيها من جوه تلقاها شبيهة بالقصة هذا، فسماه not make appearance of the liver. هذه باي كروس شافها، وحتى بالميكروسكوب بين نفس القصة not make معناها جوز الطيب، فهو بحث فيها شبهها بالطريقة اللي شافها هو فسماها not make appearance. فأنا بعد نجي نقول لكم بالكروس في حالة CVC in the liver شو نشوفه كروس، بتقول لي بنشوفه not make appearance، وهذه مهمة في MCQ. ده بنقول لك بميكروسكوبك، نحن نحكي عن مورفولوجي مايكروسكوبك، شو بنشوف؟ بتقولي نفس القصة نفس الفكرة، بنشوفه ال not make appearance لكن أوضح، بان علي السنترال بالضبط، سنترال سيلز النكروس نكروتك سيلز بان علي، الفاتي تشينجز بيبان علي واضح، تمام. وبالإضافة إلى not make appearance في الميكروسكوب بنشوفه الهيموس أو الماكروفيج ليدن هيموسيدرين، اللي انا قلت لكم تشينجز هذين يصيرن في الاول، في اول السيلز او في اول الكونجيشن، مش قلت لكم انا في الكونجيشن يصير عندي تغيرات ثابته خلاص، هنا لينا التغيرات اللي بتصير هنا ايديما هايبوكسيا الاسكيميا و الماكروفاج ليدن هيموسيدرين. فهذين هنا الجروس اند الميكروسكوبك تشينجز اللي بيصير عندي في حاله السي في سي ان ذا ليفر، تمام. ب في حاله لو انا صار لي سي في سي، وهذه اخر حاجه هنختموا بها، سي في سي ان ذا سبلين، شنو بيصير عندي؟ نفس القصه من لما نحكي هنا، فنحكي كمورفولوجي أنا نبدأ بأول حاجة gross by the eye، شو بنشوف؟ بعين. تخيل أنا عندي spleen وفيه كمية كبيرة من البلد، شو بيصير للسبلين؟
congested صح ولا لا؟ هذا spleen. طبعا spleen فيه مجموعة كبيرة من الفينز. الفينز هذين congested امتلن بالبلد فأصبح spleen congested. الفينز هذين مش حوالين الفينز في سيلز، هذين في سيلز سيلز صح لا سيلز حوالين الفينز. لو الفين هذا يصير له كونجشن ينتفخ بيضغط على السيلز، السيلز بيحاول يتجنب قصة النكروسز اللي بتصير، لأن لو ضغط انت ضغطت لي على السيلز مع الوقت تبي تقتله بيصير النكروسز. فالسيلز بيقوى نفسه، انا خشن في ستريس بيقوى نفسه شنو يديرن يحاول يزيد العدد نتاعه في الديلي هايبرتروفي اند هايبربليزيا. تتذكروا زمان في حاله الادابتيشن، ففي حاله كونجشن اوف ذا سبلين نتيجه ان الستريس اللي صار والتشنجز اللي صار يكبر حجم السبلين ايت كونجست اوف ذا بلاد. والسيلز حاول يقوى نفسه ويقوى اكثر واكثر فتضخم حجم سبلين، فصار لي انكريز في السايز اوف سبلين. شنو نسمو فيها الاسم العلمي في حالة increased size of the spleen؟ نسمو فيها splenomegaly. splenomegaly تمام. ده هذه بالعين نجيب لك spleen بحيث يجي له هذا صار في splenomegaly. ممكن يكون congestion، ممكن يكون أي سبب آخر، لأن أسباب splenomegaly وجدت، لكن واحد من أسباب splenomegaly هي congestion. شخص عنده portal hypertension فخش في splenomegaly. فا باي جروس شنقولك تقولي فيه سبلينوميغالي. تقولي بيه لو انا خذيت قطعة من السبلين قصيتها وشلتها لجماعة الهستوباثولوجي قلنا لهم شوفوها، ترى شوفوها لنا تحت الميكروسكوب شن بتشوفوا. بتقولي هذا السبلين مثلا القطعة اللي خذيناها هذه، نحن جينا شفناها لقينا فيها سيلز سلز من جوك تحس ان كيف السود دكنات شوية تمام. كيف النوديولز او كيف البادز ريد براون نوديول او بين قوسين بادز تمام. النوديولز هذينا تمام شو تفكر انت بتقول هذين اكيد الماكروفاج ليدن هيموسيدرين صح ولا لا؟ بنقول لك صح اكيد انها تكون فيه كله. تاني حاجه بنقول لك مش هذين بس انها صح مظبوط كلامك، لكن في حاجه اخرى مش قلت لك انا هنا بعد يصير الكونجيشن نفس قصه الليفر كونجيشن يضغط على السيلز، السيلز بيحاول يدير رد فعل يحاول يدير ادابتيشن يقاوم يكبر حجم السبلين، لكن مع الوقت لو استمر قصة الكونجيشن مش هتقدر تتحمل. فشين يصير لنا السيلز اللي هنا جنب الفينز بيصير لهم نيكروسس، بيصير لهم نيكروسس. قلنا نحن بعد يصير النيكروسس وخلايا ميتة الحول الجسم بيستبدلهم فايبروس تيشو، فبيكون في فايبروس تيشو خلاص لما عندي خلايا ميتة حولهم وتلهم فايبروس تيشو. الفايبروس تيشو هذا والخلايا الميتة من بيجيهن يصير الاكيموليشن زمان قلنا الكالسيوم، كالسيوم بعدين الخلايا ميتة يعشق الكالسيوم خلايا ميتة فيدي لي ديبوزيشن ات النيكروتيك سيلز. فكون كيف البادي غريبات، كون لي كيف البادي غريبات سمون الجاما، جاما كاندي باديس او نوديولز جاما جاندي باديز اند نيولز. ليش هذين سموه هناك؟ لان هن عباره عن شنو؟ كونجستد فينز دالي نيكروتيك سيلز صار لي فايبروتيك سيلز تمام، صار لي اكيموليشن اوف كالسيوم. وثاني حاجه مش هنا قلت لكم في الهيموسيدرين اللي هو نتيجه ان خروج الهيموغلوبين في التيشوز، مش هناك اقول هنا الهيموسيدرين اللي هو ناتج من الميتابوليزم اوف الهيموغلوبين. الهيموسيدرين حتى هو اللي هو انه يصير لي يدير لي ديبوزيشن حتى هو ات الفايبروتيك سيلز. فبعد شو شافوها خذوا قطعه منها حتى هي وشافوها بحثوا فيها او فصفصوها اكثر واكثر
لقوا ان في هيموستولين معه وفي كالسيفيكيشن الفيبروس تيشو. فالاطلقوا عليها اسم واحد اخر اسمها سيدرو فايبروتيك نوديول. كلمة سيدرو انديكيتو ايرون، ايرون جاي من الهيموغلوبين، هيم تحول الى هيموسيدرين. فايبروتيك لان شنو صار له ديبوزيشن في الفايبرس تيشو تكون. فخصائص او الكاركترز اوف السي في سي اوف ذا سبلين نشاهدوا حاجه اسمها الجاما جاندي بادز، او عند اسم واحد اخر اسمه في السيدرو فايبروتيك نيديول. عرفنا ليش سموها هكي؟ تمام، ديروا ريفيجن سريع. لو شخص خش في السي في سي ان ذا سبلين، كرونيك فينوس كونجيشن ان ذا سبلين، نتيجه الكونجيشن اللي صار سبلين هيبدا كونجستد انكريز في السايز، فتيلي اول حاجه سبلينوميجالي يزيد الحجم السبلين اكبر حجم تاعها. باي مايكروسكوب حنشاهدوا الماكروفيج ليدن هيموسيدرين اللي حكينا عليها من قبل، وحنشاهدوا حاجه مميزه مش حنلقوها الا في السبلين اللي هنا الجاما كاندي بادز او السيدرو فايبروتيك نيديولز، انها عباره عن نيكروتيك سيلز استبدلن الفايبروس تيشو صار له ديبوزيشن باي كالسيوم والهيموسيدرين، فكولي كيف نيديولز او بادي سميناها الجاما كاندي بادز او السيدرو فايبروتيك نيديولز. حتى هذه ام سي كيو، وهذه من ضمن خصائص نتاعت السبلين. قلنا نحن في الليفر شو نلقوا في الليفر؟ حنلقوا في الليفر نوت ميج ابييرنس، وفي السبلين الجاما جاندي بادي. هذه فيري فيري امبورتنت في الام سي كيو وسهل. هو سؤال، السؤال اللي بيجيك هو طريقه واحده بيقول لك راه الجاما جاندي بادي كاركترايزد ان، يعطيك اربع اجابات. تمام، لكن انت كيف ما قلت لكم لازم تفهم الحاجه كيف صايره، كيف جت وكيف تكونت. تمام، بالنسبه للسي في سي ان ذا كيدني نفس القصه، نفس شبيه بس ان الكيدني زاد الحجم نتاعها وزاد الانكريز في الفوليوم اوف ذا كيدني. بالمايكروسكوبك نشاهدوا الهيموسيدرين او الماكروفيج ليدن هيموسيدرين والتشينجز اللي يصير، لان قلت لكم انا تشينجز هذينا تشينجز هذينا يصير في في فيهم كلنا هذيا ك جنرال اللي حكونا احنا، تصير لي اديما وتصير لي هيبوكسيا اند اسكيميا وتصير لي ماكروفيج ليدن هيموسيدرين. نشوفون في اي اورجان صار فيه كونجيشن. هذا باختصار محاضرة اليوم اللي هي الهايبريميا اند الكونجيشن. بإذن الله ما زلنا حاجة بسيطة بس الهيمورج، موضوع تافه جدا حنكمله بسرعة، والثرومبوسز والإمبولوزم حتى هو موضوع تافه وحنكمله بسرعة. موضوعين هذين ممكن حنديرهم في فيديو واحد اليوم بكرة أو بعد بكرة بإذن الله تعالى، وبعدها خلاص نبدو في الموضوع المهم جدا وخلاص نعتبر إحنا قاعدين في آخر الجنرال اللي هي الأميونيتي، بعدين نخشوا في النيوبليزيا ونختموا بإذن الله تعالى الجنرال بشكل كامل، ونبدو بعدها نبدو نديره في مراجعة كاملة للجنرال ونديره تجميعات ونحاول نحل ام سي كيو. مش بإذن الله القراية متاعتكم هيني مش حتى قديمة موقفة، حتبدأ حيجيها وقت وتبدأ ما تبدأ قرايتكم بإذن الله إلا تكونوا جاهزين جدا للامتحان ومتمكنين بإذن الله تعالى من الجنرال. مش بعدها إن شاء الله نبدو في السيستمك. تمام، كيف ما قلت لكم نأسف جدا على التأخير اللي صار في تنزيل الفيديو لأني كنت مريض شوية، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع واجتهدوا وإن شاء الله ربي يوفقكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.